ما حقيقة القدرة العسكرية لإيران كما يصور الإعلام؟ وهل هناك ضربة محتملة قريبة لإيران؟ هل يجوز للسنة إلى حد ذلك أن يقاتلوا مع الشيعة ضد المشركين واليهود؟ أنا قلت منذ أكثر من 5 سنوات إن إيران لن تضرب، لأن إيران بتنفذ أجندة استعمارية ضد أهل السنة في المنطقة، فهيضربوها إزاي؟ ده إيران هي اللي مهدت أمريكا تخش أفغانستان، ومهدت لأمريكا تخش العراق. وإن لولا وجود حزب الله في جنوب لبنان ما هنأت إسرائيل بأمن. ليه؟ لأن المتسللين كانوا بيتسللوا لإسرائيل عن طريق مين؟ عن طريق لبنان. سوريا دولة شيعية علوية نصيرية مجرمة، فكانت منع الفلسطينيين هم يتسللوا من أراضيها. احنا عندنا هنا في مصر طبعا ديت ممنوع، خد بالك ازاي. فكانت الجهة الوحيدة اللي بيتسلل منها الفدائيين الفلسطينيين للقيام بأعمال ضد اليهود هي لبنان. اليهود بدأوا يفكروا نعمل ايه في القصة ديت، لبنان دولة ضعيفة، نحتل لبنان نبلعها؟ ما هو بسهولة جدا. الجيش الإسرائيلي في أقل من 48 ساعة كان وصل لبيروت. يعني لما جيش بمدرعات بدبابات بمدافع بتنقلات بوحدات ده كله يقطع من أول فلسطين لغاية بيروت في أقل من 48 ساعة، معناه أن لم يلقى أي مقاومة. طب جنوب لبنان ده مركز الشيعة. العجيب أن الشيعة كانوا ينثرون الورود والأرز على الجيش الإسرائيلي في دخول لبنان. يعني لما دخل في الثمانينات كانوا بيرش عليهم الايه؟ الورود. كانوا بيرش عليهم الورود. وهناك تحالفات عميقة بين الرافضة وبين إسرائيل. الذين قاموا بالتدريب الأولي، الذين قاموا بالتدريب الأولي لميليشيات أمل هم اليهود، هم اليهود. فازاي يضربوا إيران؟ قلت لكم قبل كده ان ايران دي الفزاعة، يعني ممكن ان امريكا تحرك ايران لاي دولة. افترضنا ان دولة زي الامارات اراد بقت تعلي صوتها شوية، انا ما عنديش عاوز اقعد عسكري على بلادنا وانا هقطع العلاقة العسكرية معك يا ايران. خلاص يا امريكا، امريكا تقول لها دي قرارك يا امارات وانا بحترم سيادة الدول. وثم رايحة لإيران هجيم على الإمارات، الأساطيل بتاعت إيران تتحرك تحت الإمارات، يوم جارين قال تعالي يا أمريكا حمينا منين؟ من إيران. يبقى أصبحت الفزاعة في المنطقة هي مين؟ هي إيران. طب الحساب مين؟ الحساب أهل السنة؟ لا. الحساب إسرائيل؟ لا. من أظرف الأشياء بيقول لك إن دلوقتي إيران بتطور صواريخ تستطيع أن تضرب بها واشنطن. سمعتوا الخبر ده؟ يعني إيران طهران تضرب واشنطن بالصواريخ. طيب الكلام ده، كلام ده صح؟ الكلام ده غير صحيح. الكلام ده غير صحيح لأن أمريكا لن تسمح بذلك. طب أمال الخبر ده طالع لي عشان إيه؟ بقول لك فزاع، بنخوف، بنخوف الناس العرب. إيران تضرب أمريكا بالصواريخ، طب ما اللي بتعمل معانا احنا ايه بقى؟ فيزداد خضوع اهل السنه للشيعة. حاجه تانية، ان هناك بعد عاطفي عند السذاج من اهل السنه. فلما يطلع تصريح ان امريكا ان ايران بتصنع صواريخ تستطيع ان تقصف بها نيويورك واشنطن، الناس البسطاء من اهل السنه يقولوا يشعرون بالعزه. يا سلام، ان ايران دي اللي هتجيب لنا هترجع لنا المجد وترجع لنا عز الاسلام، ويشعرهم كده بالايه؟ بالانتشاء الفارغ والنشوه الكاذبه، وهذا كله مقصود. يبقى مع هذا الانبطاح الشديد ومع هذا التهرؤ الذي وصل اليه الصف السني يزداد تهرؤا ويزداد فسادا بمثل هذه التصريحات. فايران لن تضرب. طب من الحاجات الطريفه، وقلت لكم هذا كان من قبل، إن كوريا الجنوبية طالبت المجتمع الدولي
أن تساوي بينها وبين إيران في المعاملة. كوريا اللي بتعبد بوذا، اللي حاطين تحت بوذا اللندة الحمراء أو فوق راسه اللندة الحمراء، مع ذلك بيطلبهم إن هم يساووا بينهم وبين مين؟ ومنهم من إيران. دي معناها إيه؟ إن إيران مدللة، قاعدين يطبطبوا عليه. طب يقولوا لإيران إحنا هنخصب لك الوقود بتاعك خارج إيران، يعني مش هنكلفك حاجة، وعملوا لها حزمة إغراءات جبارة. ده كله عشان إيه؟ عشان ما يتمش تخصيب اليورانيوم في إيران. كل كام ده كله نكت يعني، حاجات يعني عجيبة يعني. فالله المستعان، نسأل الله تعالى العافية. إياكم أن تصدقوا الإعلام في كل ما يقول، فإن هذا إعلام موجه. ويكفي أن تعلموا أن آل روتشيلد، وهي من أكبر العائلات اليهودية في العالم، هم الذين يتملكون ناصية الإعلام العالمي. اللي عاوزينه بيقولوه، اللي مش عاوزينه بإيه؟ بيوقعوا. نسأل الله تعالى العافية.